نروح دلوقتي لملف اخر خاص بالنادي الاهلي، وهو يعني لجنه المراه اللي احنا دايما متابع حضراتكم بيها بالتعاون مع اللجنه العليا للجان وتحت اشراف طبعا الاداره التنفيذيه. نظموا امبارح ورشه عمل بتهدف لتشجيع الانشطه البيئيه واعاده التدوير. طبعا ده فكر دلوقتي عالمي، اعاده التدوير او الريسايكلينج، يعني عشان يعملوا منتجات ذات قيمه، وده بمناسبه اليوم العالمي للبيئه. بمناسبه اليوم العالمي للبيئه، امبارح كان في ناس بس مش فاكره كانت في انهي بلد، بس هي تقريبا في امريكا كانوا قاطعين الطريق بمناسبه اليوم العالمي، يعني ناس قطعت الطريق من اللي هم الاكتيفست اللي هم بيسموهم يعني الناشطين نشطاء في هذا المجال، يعني وقاطعين الطريق بيافتات. فمش فاهمه طب انت حتى عشان تعبر عن كاز معين او عن حاجه انت بتؤمن بيها ليه بتعطل سير الحياه والدنيا من حولك؟ فالناس كانت واقفه لفتره طويله كريم، بعد كده كل ده على الفيديو يعني. قام نزل واحد سواق كان حاجه زي عربيات نقل نقل كده، قام نزل شدهم من ايديهم ورماهم على الجنب وفتح الطريق. الواحد بيوصل اوقات لمرحله برضو يعني مش من حقك تعبر. انا يعني انا معاهم جدا، ملف البيئه ده ملف في غايه الاهميه ويعني اتكلمنا فيه كذا مره، وتغيير المناخ وغيره، لكن مش من حقك ان انت تعطل سير الحياه برضو. فعلى كل حال خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. البيئة العالمي بنحاول ان احنا نوصل للناس اتجاهين، اتجاه وعي ازاي نهتم بالبيئة، والوعي ده نظري هيكون على الشاشة، بنشرح فيه اهمية الحفاظ على البيئة والاثار اللي بتترتب على اي حاجة بتضر بالبيئة انها بتضر بالناس كلها. فالكلام فيه وعي على الشاشة، بنوضح للناس الكلام ده، ده الجزء النظري. الجزء العملي أعلننا مسابقة لعضوات النادي الأهلي نعمل صناعات صغيرة بإعادة التدوير. إعادة التدوير ديت فيها إيه؟ فيها حاجات مستعملة عندنا في البيت تستحق ان احنا نتخلص منها، احنا مش بنتخلص منها، بنعيد استخدامها. اعادة الاستخدام دي بتعمل وفر في الأسرة، بتعمل شيء من البهجة ان احنا بنفكر في ان هم يطلع لهم منتج، المنتج ده ايا كان طبيعته في احساس بالتغيير والرونق في البيت. الخدمة هنا هتكون ازاي تعملي بنفسك كعضوة نادي اهلي، ازاي تصنعي، اتجاه الدولة تنمية المشروعات الصغيرة، طبعا في خطة التنمية المستدامة احنا كنادي اهلي بنفكر بنفس الاسلوب. لجنة المرأة في النادي الاهلي بتهتم بأي حدث بيكون بيهتم بيه الدولة، ففي اليوم العالمي للبيئة فاحنا بنحتفل بيه بلجنة المرأة، ان احنا فكرنا ان احنا نعمل اعادة تدوير المخلفات اللي احنا كل بيت بيطلعها وما بيستهلكهاش، زي مثلا كراتين الورق، برطمانات الازاز، زي بكر المناديل، ان احنا ربة المنزل ان هي تستخدمها في حاجات نافعة للبيت، زي مثلا تعمل بيها ممكن العلبة نستخدمها نعمل بيها علبة حفظ أدوات خياطة، حفظ معالب، نحن بنجيب حاجات بسيطة برضو عندنا في البيت ممكن يكون هنرميها ونبدأ نزينها بيها بحيث نغير شكلها ونعيد تدويرها لحاجة شكلها حلو في البيت نقدر نحطها ونستخدمها مرة تانية. والله هو جالنا الفكرة من السكادجول إن اليوم العالمي للبيئة ده يوم مهم جدا، ان وخصوصا ان في مؤتمر للمناخ هيعمله الريس في شهر نوفمبر. اهميه البيئه والمناخ مرتبطين ببعض جدا، ان انا ازاي احافظ على البيئه، ومن الاسره نفسها ومن المراه بشكل خاص انها ممكن تعمل ترشيد للاستهلاك، الميه، الكهرباء، الطاقه، كل ده ترشيد للاستهلاك. والله اليوم لطيف قوي وعاملين جو حلو قوي في النادي، ويعني تحس بالبهجه اول ما تدخلي كده، ان بلالين واللون الاخضر مدي لون لطيف كده للمكان يعني. والله هو يوم جميل ان احنا نستخدم الحاجات اللي في البيئه ديت وما نرميهاش، لان الحاجات في حاجات كتيره بتبقى في البيت وبتبقى نرميها لكن نستفيد منها وبنعمل اعمال فنيه حلوه. يعني مثلا البرطمانات ديت في الاولاد لو احنا استعملناها وخلينا الاولاد يعملوها بشكل جمالي، يعملوها مقلمه، يعملوها شكل جمالي، يعملوها حاجه، الصندوق بتاع البوكس بتاع الاحذيه دوت بنرميه، لكن ممكن البنات او الولاد يعملوا صندوق ينظموا فيه الحاجات بتاعتهم، الادوات بتاعتهم، هتساعدنا احنا كمان في البيت، يعني هتخلي البيت منظم منمق، هتحس البنت ان هي عملت حاجه بايديها كده سعيده بيها، هتحافظ عليها وهتحافظ على البيت وهتحافظ على البيئه نفسها كمان. اليوم كان ترفيه لذيذ لينا،
اتعلمنا حاجات لطيفه، التدوير، اعاده تدوير الحاجات، والاطفال استمتعوا. هو احنا النهارده جينا لقينا المسابقه دي، فسجلنا اسمنا انا وبنتي وقالوا لنا تختاروا ايه، فاحنا قلنا نختار اللي احنا نلون على الازاز، فخدنا فعلا تو جارز كده وقلنا خدنا الوان ميه وابتدينا نلونها. هم قالوا لنا الحاجات اللي انتوا هتعملوها هتاخدوها يعني.